تم تقليص البطالة بقدر بالغ واسترجعت بلادنا عهدها بمبادئها المتمثلة في مسعى العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني. بعد سنة تقريبا من إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن إصلاحات سياسية أرادها أن تقيه شر النسيم العربي ووسط مخاوف من عزوف الناخبين عن الاقتراع، تشهد الجزائر في العاشر من أيار انتخابات تشريعية دعي للمشاركة فيها أكثر من 21 مليون ناخب سيختارون 462 مرشحا ينتمون إلى 44 حزبا بعضها ذو مرجعية إسلامية، فضلا عن عدد كبير من المستقلين. وكانت انتخابات العام 91 التشريعية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة الآن هي الأخيرة التي لم يطعن بشفافيتها، علما أن السلطات الجزائرية ألغت نتائج تلك الانتخابات لسبب لم تخجل من إعلانه، وهو منع الإسلاميين من الوصول إلى السلطة، ما أدى إلى اندلاع حرب أهلية دامية استمرت أكثر من عقد. الجديد في انتخابات هذا العام أنها تأتي في سياق الحراك الشعبي في العالم العربي، والذي يرى كثيرون أن الإسلاميين يشكلون عموده الفقري، وهو ما جعل إسلاميي الجزائر يعلنون أنهم سيصبحون القوة السياسية الأولى في الانتخابات إذا ما كانت نزيهة، وأنهم بدأوا بالفعل يحضرون لتشكيل الحكومة. حركة مجتمع السلم تشارك في هذه الانتخابات بعد أشهر قليلة من فوز الإخوان المسلمين في تونس ومصر والمغرب، لكن الحركة المحسوبة على الإخوان لم تدخل الاقتراع كحزب مستقل، بل ضمن تحالف إسلامي شكلته مع حركتي الإصلاح الوطني والنهضة، وسمي تحالف الجزائر الخضراء. وعلى عكس التفاؤل الإخواني، يرى بعض المحللين أن شعبية الإسلاميين تتراجع في الجزائر من انتخابات إلى أخرى بسبب قرب بهم من السلطة ومشاركتهم في الحكومات المتعاقبة منذ العام 96.